لندن اليوم من داخل مبنى The Old Bailey، أقدم وأشهر المحاكم الجنائية في لندن وبريطانيا. تاريخ هذا المكان يعود إلى القرن الثاني عشر، عندما كانت المنطقة برمتها ساحة مفتوحة للقضاء. يطلقون على هذا المكان مسرح دراما القضاء البريطاني، لأنه عادة ما ينظر هنا أهم وأكثر القضايا إثارة للرأي العام. تعد محكمة الأولد بيلي جزءاً مهماً من تاريخ المحاكم الجنائية في بريطانيا. بدأ العمل بها في القرن السابع عشر، عندما كان ينظر أمامها فقط القضايا الجنائية الكبرى التي تقع في لندن، إلى أن تم توسيع نطاق العمل بها لتشمل النظر في معظم القضايا الجنائية الخطيرة من جميع أرجاء بريطانيا. اسمها الرسمي Central Criminal Court، اسم الشهرة هو الأولد بيلي بسبب أنها على شارع الأولد بيلي. المبنى الحالي اللي هو وراكه دلوقتي ده يرجع ل 1907. شهرتها ترجع لأنها بتسمع أكبر قضايا جنايات على مستوى لندن وممكن على مستوى إنجلترا كمان. هنا كان سجن نيوجيت اللندني الشهير الذي كان يوضع فيه المساجين المتهمين بأخطر الجرائم، حيث كانت المنطقة أيضاً بها ساحة مفتوحة لتنفيذ أحكام الإعدام. ويعد مبنى الأولد بيلي من أهم المباني من حيث جمال المعمار، فكل جزء من أركان المبنى القديم تحفة فنية من حيث جمال الزخارف واللوحات التي تعبر وتؤكد على المعنى الحقيقي لمفهوم العدالة التي يجب أن تسود بين الناس بدون تفرقة. أي واحد داخل المبنى بيحس بالمسؤولية وهو داخل، من ناحية العدل ومن ناحية الوظيفة اللي هو بيأديها في هذا المبنى. معظم الأماكن هتلاقوا عليها يافطة باللاتينية اسمها دوميني دورتشي نوس، يا رب أعنا أو يا رب ارشدنا. برضو كتذكار للي بيشتغلوا في المبنى إن لأهمية الوظيفة اللي هما بيأدوها. مسرح القضاء البريطاني، هكذا تلقب هذه المحكمة في لندن، فهنا يتم النظر في أكثر القضايا إثارة للرأي العام، التي كان من أشهرها مؤخراً محاكمة قتلة الجندي البريطاني لرغبي على خلفية عنصرية وقضايا التنصت على الهواتف. حالياً يعني أهم قضية بتسمعها هي قضية ريباكا بروكس، اللي هي كانت رئيسة تحرير جورنال معين، ومتهمة بالسماع للتليفونات بطريقة غير شرعية والرشوة لمصادر رسمية. اعتبرت تشرشل أن تماسك القضاء هو ضمان يطمئن على سير البلاد نحو الأفضل رغم تردي الأوضاع أثناء الحرب العالمية الثانية، مفهوم يؤكد على أن تقدم ورقي الأمم يقاس بمدى نزاهة القضاء فيها. من أمام المحكمة الجنائية في لندن The Old Bailey، وفاء غالي، BBC.